هل فعلا ياجوج وماجوج في منهم اللي بيفرش ودنه وينام عليها ويستغطى بالودن التانية؟ هل فعلا في منهم ناس طويلة جدا زي شجر الرز وناس أقصر من شبر إيدك؟ هل حقيقي الراجل منهم مش بيموت إلا بعد لما يخلف ألف ولد ذكر يحمل السلاح؟ إحنا هنعرف مع بعض كل حاجة تخص يأجوج ومأجوج، بس ضروري الأول أعرفك هدفي من الحلقة دي إيه؟ أنا هدفي لما توصل لنهاية الحلقة مش بس تكون عرفت كل حاجة عن يأجوج ومأجوج، أبسلوتلي انا هدفي الحقيقي تكون عارف كويس ايه الحقيقي وايه الخيال ايه اللي ممكن وايه المحال وايه المفيد وايه الجدال ونبدا مع بعض على بركه الله اول حاجه احنا محتاجين نعرفها عن ياجوج وماجوج اكيد اصلهم عشان نعرف نتخيلهم كده هل ياجوج وماجوج بشر هل هم جن طب هل هم فصيله من فصائل الحيوانات الناس اختلفوا في اصلهم لدرجه ان منهم اللي شطح بخياله وقال ان هم من بني ادم من غير حواء وقالوا إن ده حصل لما سيدنا آدم احتلم في التراب وامتزجت نطفته بالتراب واتخلق ياجوج ومأجوج من ده. أنا مش فاهم اللي استدل على ده استدل إزاي ولا جاله منين التفكير ده يعني يعني جابه منين أنا ما عنديش فكرة بصراحة. طيب الأول خلينا نرجع لأرضية ثابتة هنكون كلنا متفقين عليها، كلنا دي بكل أفكارنا ومعتقداتنا المختلفة عشان إحنا دماغنا مش واحد. خلينا نرجع لسفينة نوح والطوفان. احنا كلنا مقتنعين تماما ان الحياه على الارض دي انتهت تماما بفعل الطوفان بتاع سيدنا نوح ومحدش نجي خالص من الطوفان ده غير اللي كانوا راكبين مع سيدنا نوح جوه السفينه ولما انتهى الطوفان وسفينة سيدنا نوح عليه السلام استقرت على الارض كل اللي نزل منها كان مؤمن بيخاف من ربنا وكان من ذرية سيدنا نوح عليه السلام، يعني مفيش مجال لأي مخلوق يقول ان دول من نطفة ادم من غير حواء والتراب واتخلق ياجوج ومأجوج، كل العلم اللي البشرية وصلت له لحد وقتنا ده متفقين على ان البشرية من ذرية نوح، سام وحام ويافس ثلاثة أبناء سيدنا نوح عليه السلام ومعروف إن سام يبقى أبو العرب وحام أبو السودان ويافث أبو الترك لحد هنا بيتهالي كلنا متفقين يأجوج وماجوج طبعا جم في الديانات السماوية الثلاثة تعالى نروح نشوف اليهودية والمسيحية اتكلموا عنها إزاي هتلاقي في سفر حزقيال الآية 38 بتقول جوج شخص ومأجوج الأرض بتاعته أو شعبه وفي سفر التكوين آية رقم 10 بتقول إن مأجوج شخص ويأجوج ما جاتش سيرتهم خالص وبعد قرون من كده بقى في سفر الرؤيا ظهر تعريف تاني لياجوج وماجوج بان هم جماعتين مش شخصين المهم ان انت هتلاقي كل ظهور لياجوج وماجوج في اسفار التوراه بيكون مرتبط بالاخبار اللي بتتكلم عن حرب يوم الرب كل قصص ياجوج وماجوج عند اليهود اتفقت على كده وفي الكتاب المقدس هتلاقي الايه دي ويخرج ليضل الامم الذين هم في اربع زوايا الارض جوج ومأجوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر كتير قوي جوج ومأجوج في الاصل ملكين للممالك الشماليه اللي كانت بتحارب اسرائيل وبتعديها زمان وتنبأ عنها حزقيال وعن الخراب بتاعهم الشديد في النبوءه المشهوره بتاعته والايه اللي قلناها من الكتاب المقدس دي جت تحت عنوان دينونه الشيطان عشان كده في ناس فسرت ده بان ياجوج ومأجوج في الايه كنايه عن الشيطان واعوانه وجوج لما جاء اسمه في سفر حزقيال كان على انه ملك بيحكم ارض اسمها ماجوج او على شعب هو اللي اسمه ماجوج يا الارض يا الشعب وان الملك ده هيغزو اسرائيل قبل اليوم الاخير بس هيتقتل هو وشعبه في مذبحه عظيمه جدا تعال نشوف في العصور الوسطى قالوا عليهم ايه في العصور الوسطى يا جوج وماجوج كانوا معروفين ان هم الفايكنج او الهون او الخزر او المغول او التورانيين او بدو القراص الرحل لدرجه انهم ممكن يكونوا اسباط اسرائيل العشره المفقوده وده كان في العصور الوسطى وفي التراث الاسلامي ياجوج وماجوج عند اكثر علماء المسلمين بني ادمين وجمهور العلماء اتفق على أنهم من ذريه نوح عليه السلام لابنه يافث وان ياجوج وماجوج كانوا طائفتين او اكثر من الترك واتقال ان الترك اتسموا كده عشان لما زي القرنين بنى استد وحجز ياجوج وماجوج وراه اتبقى منهم طائفه فسادهم ما كانش زي فساد اللي اتحجز وراه فتركوا بره السد عشان كده اتسموا الترك دول اللي فضلوا بره كانوا كويسين شويه فسادهم مش زي اللي جوه والله اعلم واتقال عنهم كمان ان هم وقت بناء السد بتاع ذي القرنين كانوا في غاره على ارض الماء ولما رجعوا لقوا السد موجود المهم الرأي ده شايف جدا ان سبب تسمية الترك بالاسم ده هو انهم تركوا في ظاهر السد في الجنب اللي باين مش اللي مستخبي وعشان امانة العرض تقتضي ان الواحد يعرض كل الافكار اللي قابلها وهو شغال على الموضوع ده وبيحضر فيه يبقى لازم اقول لكم برضو ان في مفكرين شافوا ان ياجوج وماجوج من الامواج امواج البحر ايوه بس لما تسمع دكتور مصطفى محمود وهو بيقول ان لو ياجوج وماجوج عباره عن امواج بحر كان ذي القرنين اكتفى بسد من الدبش والحجاره زي السد العالي كده اللي كان اعلى سد في العالم وقتها وما كانش هيحتاج يعمل سد من قطع الحديد ويصرع عليها نحاس والحديد مولع بس دكتور مصطفى محمود قال حاجه كمان عشان امانه العرض برضه قال انه مفيش مانع ان اجوج وماجوج يكونوا من فصائل الحيوانات اللي هي متنوعه تنوع مذهل جدا يحتمل كل الاوصاف اللي الناس قالت عليها <applause> عندنا بقى حديث عن ابو هريره رفعه بيقول: ولد لنوح سام وحام ويافث، فولد لسام العرب وفارس والروم، وولد لحام القبط والبربر والسودان، وولد ليافث ياجوج وماجوج والترك والصقالبه. الحديث ده سنده ضعيف برضه على كل حال، في روايه تانية عن سعيد بن بشير عن قتاده قال فيها: ياجوج وماجوج 22 قبيله، بنى ذي القرنين السد على 21 قبيله منهم. وكانت منهم قبيله غايبه في الغزو وهم الاتراك فبقوا دون السد. وبالنسبه للراي اللي جاء في كتاب فتاوي الشيخ محي الدين اللي بيقول ان ياجوج وماجوج من اولاد ادم من غير حواء وبيقول ان ده عند جماهير المسلمين ومعنى كده ان هم يبقوا اخوان لينا من الاب بس. هو قال كده بس علماء الدين ردوا وقالوا لم نرى هذا عن احد من السلف ما سمعناش حد قبل منك بيقول الكلام ده خالص الا من كعب الاحبار بس. ففين هم جماهير العلماء دول؟ ولو اتفقنا ان هم من ذرية نوح عليه السلام يبقى هما من ادم وحواء عشان نوح من ادم وحواء هنا المفروض نكون عرفنا إني ياجوج وماجوج اغلب الظن بشر من ادم وحواء ونسبهم لنوح من ابنه يافس ابو الترك بس ما تقدرش تحلف على الكلام ده ركز الله يصلح حالك دلوقتي بعد ما عرفنا ان ياجوج وماجوج بشر عند اغلب اهل العلم، تاني حاجه نكون محتاجين نعرفها يا ترى اتقال ايه في اوصاف واشكال ياجوج وماجوج؟ اول روايه معانا موجوده الحديث رفعه ابو حذيفه بيقول ياجوج امه وماجوج امه، كل امه 400 الف امه لا يموت الرجل منهم حتى ينظر الى الف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح، كبير يعني قادر يحمل السلاح. علماء الدين المسلمين قالوا على الحديث ده ان هو ضعيف جدا وموضوع ومنكر في حديث تاني رفعه ابن مسعود بيقول ان ياجوج وماجوج اقل ما يترك الرجل لصلبه ألف من الذريه وعندنا اكتر من روايه تانية بتقول ان ياجوج وماجوج من ذريه ادم ووراهم ثلاث امم ولن يموت منهم رجل الا ترك من ذريته ألفا فصاعدا عندنا روايه تانية مختلفه بتقول الجن والانس عشر اجزاء فتسع اجزاء ياجوج وماجوج وجزء سائر الناس روايه كمان عن كعب الاحبار اللي قال ياجوج وماجوج ولاد ادم من غير حواء هنا بيقول عن ياجوج وماجوج ايه هم ثلاث اصناف ثلاث اصناف صنف اجسادهم كالارض اللي هو شجر طويل قوي وصنف تاني اربع اذرع في اربع اذرع وصنف يفرشون اذنهم ويلتحفون بالاخرى بيفرد ودنه كده وينام ويستغطى بودنه الثانيه دول الثلاث اصناف اللي قال عليهم وفي حديث تاني لحذيفه بيقول شبه كده برضه وفي الجزء ده معانا حديث كمان لابن العباس بيقول يا اجوج وماجوج شبرا شبرا وشبرين شبرين واطولهم ثلاث اشبار وهم من ولد ادم بني ادمين انا في الجزء ده حاولت اعرض عليك التخيلات اللي الناس قالتها والروايات اللي وصلتنا في منها حاجه صحيحه وفي حاجه مش صحيحه احنا لسه ما شفناش بعيننا عشان نقول حاجه وده كان في شكل ياجوج وماجوج والاوصاف بتاعتهم اللي هي العاديه دلوقتي عايزين نعرف يا ترى ياجوج وماجوج بيعملوا ايه ورا السد أول خبر معانا عن حفر السد، مرفوع عن طريق أبو هريرة ونصه بيقول: إن ياجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم، حتى إذا كادوا يخرقونه خلاص يعملوا فيه فتحة، قال الذي عليهم ارجعوا فستحرقونه غدا، اللي عليهم ده اللي هم أول الأنصار اللي هو المدير بتاعهم اللي مشغلهم، فستحرقونه غدا، وييجوا تاني يوم يلاقوا ربنا رجعه كأشد ما كان، حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم، قال الذي عليهم ارجعوا فستحرقونه غدا، ان شاء الله واول مره يقولها فيرجعوا يلاقوا زي ما كان ويكملوا حفر ويخرجوا لحد اخر الحديث انا قلت الحديث وقلت المصدر ونقول كمان ان الحديث ده اللي اخرجه الترمذي والحاكم وعبد بن حميد وابن حبان كلهم عن قتاده ورجاله رجال الصحيح الا ان قتاده مدلس انا بقول كل حاجه بامانه عرض ليه اتقال عن قتاده رضي الله عنه أنه مدلس عشان هو بيروي الحديث قال ان هو نقل عن ابي رافع نقل الكلام ده عن ابي رافع وابي رافع نقل من ابي هريره وابي هريره نقل من النبي عليه الصلاه والسلام بس ما فيش دليل واحد يثبت ان قتاده رضي الله عنه قابل ابي رافع والكلام ده ايه بشهاده تلاميذه قالوا ان هو ما قابلش ابي رافع هو ناقل كذا حديث ومصدرهم بالنسبه له ابي رافع فالاحاديث دي كلها لما انت ما قابلتوش وما اثبتش انه قابله والشهادات اللي حواليه تلاميذه نفسهم اللي ماشيين على منهجه قالوا ان هو ما قابلوش عشان كده الحديث ده بيبقى ضعيف انا يعني عشان بقول مصادر فلازم ابقى ايه بوضح للناس برضو النقط المرتبطه ويا رب الواحد ما يعدي حاجه يعرف يوصل المعلومه كامله الناس تبقى فاهمه ايه اللي في اجوج ومأجوج صح وغلط ده كان هدفي في اول الفيديو وطبعا العلماء قالوا لو الخبر ده لم يصح عن ابي رافع ما اتنقلش فعلا من ابي رافع لقتاده يبقى ما طلعش من ابي هريره يبقى ما طلعش من النبي عليه الصلاه والسلام يبقى مش حديث اصلا وقالوا ما نعرفش سمعه من مين بالظبط عندنا حديث ثاني عن ام المؤمنين السيده زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا بيقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا وعمل حلقه بالصابعين الابهام والوراء فالسيده زينب بتقول فقلت يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث هنا بقى احنا بنتكلم عن حفر السد عايز الفت انتباه حضرتك لحاجه ضروري في الأحاديث اللي بتتكلم عن فتح السد أو جزء منه من أكتر من 1450 سنة مثلا هتلاقي رأيين واضحين، أول رأي فيهم بيقول إن الأحاديث دي بتتعارض مع النص القرآني اللي بيقول أعوذ بالله من الرجيم فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبه يعني كلام القرآن بيقول ولا قدروا يظهروا عليه يطلعوه يتسلقوه يظهروا يطلعوا فوقه ولا قدروا يعدوه يخرموه يعملوا فيه فتح يبقى ياجوج وماجوج مش هيعرفوا يعملوا فتحه في السد تخرجهم لحد لما يجي وعد ربنا ويجعل سد ذي القرنين دكاء وتفتح ساعتها ياجوج وماجوج ونلاقيهم من كل حدب ينسلون والراي ده شايف ان خروج ياجوج وماجوج هيكون بعد نزول سيدنا عيسى عليه السلام وقتله للمسيح الدجال طالما الدجال لسه ما ظهرش وسيدنا عيسى لسه ما نزلش وقتله يبقى معاد خروج ياجوج وماجوج لسه ما جاش وده راي الغالبيه العظمى من العلماء على فكره والبشر يعني اما الراي التاني وهو ليه وجهته برضه بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج وما قالش فتح من ردم ذي القرنين وبيعملوا فرق بين الاثنين يعني الراي التاني شايف ان ما فيش اي تعارض بين الحديث بتاع السيده زينب والنص اللي جه في القران عشان احتمال يكون الكلام في الحديث عندهم عن ردم تاني بيمنع ياجوج وماجوج برضه غير ردم ذي القرنين وهنا قبل ما نتكلم في الرأي العلمي في الموضوع ده بتاع أهل العلم يعني محتاجين نقول معلومة تاريخية بسرعة كده المعلومة التاريخية دي بتقول إن مملكة الفرس الساسانيين كانت مجاورة لجزيرة العرب من الشمال الشرقي وكان معاصر في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملك كسرة الفارسي أنو شروان وكان الملك ده تفاجئ إن في جزر حصل في بحر قزوين وإن الردم القديم اللي أقامه كورش في شمال المملكة اللي كان في مضيق دريال اتاكل بعد ما عدى عليه اكتر من 10 قرون من الزمان وده خلى الترك المتوحشين يعيدوا الهجمات بتاعتهم تاني على شمال المملكه واللي كان سد كورش كان مانع ليهم كانوا شروان قرر يعيد ترميم الردم عشان يبقى سد دفاعي عسكري ويكون اكبر واضخم من القديم وحط عليه مجموعه من نقط المراقبه وحصنه بحصون قويه وان هو استخدم طريقه بناء الردم القديم بان هو خلاه موازي للجبال وعشان كده في ناس شكت ان يكون سد دريال هو نفسه ردم ذي القرنين لاختلاف التفاصيل وما جابوش تيرة ان هناك في اكتر من ردم في ممر دريال نفسه اولها الردم اللي كان عمله كورش الكبير وخلوا السكان المحليين يسموا الممر ده باسمه وفي شواهد تاريخيه بتقول ان حاله الردم القديم قبل لما يرمموا انو شروان اغرت القبائل اللي هناك ان هم يهجموا ويحاولوا يدمروا الردم نهائي عشان يعيدوا فتح ممر دريال اللي هو الاستراتيجي اللي, اللي هو كان اغلقه كورش الكبير وبعد منه رمموا انه شروان كده انتهت الواقعة التاريخية اصحاب الراي التاني بقى شايفين المحاولة اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي دي اللي جت من الترك البربره هي نفسها اللي شافها النبي عليه الصلاه والسلام اللي هي جت في الرؤيه بتاعه حديث ويلون للعرب وان ده يكون حصل بطريقه غيبيه من خلال الوحي يكون جسد له المشاهد دي كلها والرهال له قدامه واصحاب الراي التاني دول حددوا السد اللي هم بيتكلموا عليه كمان وقالوا ان هو موجود في اقصى شمال الهلال الخصيب على نفس خطوط الطول بتاعه جزيره العرب واللي هي تبقى الحدود الشماليه للامبراطوريه الفارسيه، ورايهم ان الوحي نقل المشهد ده للنبي عليه الصلاه والسلام في منامه، وعندنا العلامه السعدي رحمه الله في الرساله بتاعته عن فتنه الدجال وياجوج ومأجوج، قال: ممكن بعض الناس يتهيأ لهم ان هو لازم يشوف السد منهدم، وانهم لو ما شافوش السد ده متهدم يبقى لسه ياجوج ومأجوج ما طلعوش، ورايه ان اللي بيقول كده غلطان، وقال اسباب، اول حاجه اتسند عليها قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان بداية فتح السد كانت في زمانه وطالما اتفتح بعض السد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام طبيعي اننا دلوقتي نتوقع ان الفتحة تكون زادت وان خروج كمان يأجوج ومأجوج يكون زاد وان احنا بقينا شايفينهم بعينينا قدامنا ومش ضروري ان احنا نشوف ردم السد المنهار لاننا شايفين النتيجة يأجوج ومأجوج قدامنا يبقى السد نهار تاني حاجة قالها هنا واعتمد عليها ان روية سد ذي القرنين نفسها مش آية، ما فيهاش آية، وإن الآية المقصودة هي خروج يأجوج ومأجوج نفسه مش هدم السد، وقال ان لما الناس يشوفوهم من كل حدب إن ينسلون يعرفوا ان السد اتدك. تالت حاجة قالها ان ربنا قال لما بنى ذي القرنين السد لم يستطيعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، وان قدرتهم دلوقتي اكيد تقدر تفتح السد ده، ورأيه ان وعد ربنا بدك السد ده اتحقق خلاص، وان ياجوج وماجوج في الرأي ده مين؟ الروس والصين وامريكا والاوروبيين واللي تبعهم بقى ورابع حاجه قالها هنا الشيخ السعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق باصبعيه كان يقصد ان السد اتفتح قد كده يعني اتفتح خلاص وان التوعد للعرب في الحديث كان من اقتراب الشر وهنا وقف ووضح بقى حاجة ان اي انسان على وجه الارض يقدر يعرف حالة العرب والاسلام والحكومات الاسلامية كانت عاملة ازاي وازاي الفتوحات الاسلامية توسعت في المشرق والمغرب وفي كل حتة وازاي بعد كده تداعت عليهم الامم والحكم الاسلامي بدأ يقل وزي العز العرب عن الممالك الاسلامية وده كان بسبب اجتياح التتار وان التتار من نفس بلاد ياجوج وماجوج زي ما قال ابن كثير وغيره وان هم منغوليا اللي اتفرع عنهم التتار والصين واليابان والروس والامريكان وغيرهم من الاوروبيين ولسه الكلام مع العلامه سعد الله يرحمه بيرد على الجزء بتاع ان معاد خروجهم بيكون بعد مقتل الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام وازاي ياجوج وماجوج خرجوا والدجال لسه ما ظهرش وسيدنا عيسى ما نزلش ازاي خرجوا ودي خامس حاجه في النقطه دي رأيه ان الاخبار بخروجهم بعد لما سيدنا عيسى عليه السلام ينزل ويقتل الدجال ده مش دليل على ان هم ما خرجوش قبل كده وان الخروج اللي موجود هنا مقصود بيه الخروج من محل الى محل، يعني مش اول خروج ليهم ولا حاجه، وان خروج ياجوج وماجوج اللي احنا منتظرينه اللي هو هيكون بعد خروج الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام وقتله، هيكون بسبب غيظهم وكرههم لسيدنا عيسى والمؤمنين اللي معاه. انا بقى معنا الكلام ده في حدود فهمي ايه؟ ان اللي هيهجموا على سيدنا عيسى والمؤمنين اللي معاه هيكون السوفيت والامريكان والصين واليابانيين وكتير من الدول الاوروبيه ان ما كانتش كلها يعني، انا رايي المتواضع ان اغلب الدول دي بشكلها اللي احنا شايفينه ده تكاد تكون الغالبيه فيها من المسلمين يعني بالاحصائيات وبالتعداد وبالحاجات اللي هم بيدرسوها بيقولوا بعد كام سنه هتبقى مش ه... تقريبا اغلب دول العالم ماشيه بالطريقه دي بعد كام سنه لو استمرينا بالمنوال اللي احنا فيه ده المسلمين هيبقوا هم الغالبيه العظمى ديت احصائيات هم بيقولوا فالمسلمين هناك كتير وبيزيدوا مش بيقلوا لا واحنا دلوقتي بقينا المسلمين من العرب بقوا بيدعوا وكتر الدعاء عندهم بايه؟ باللهم لا تستبدلنا، ده راي كده على الهامش والله اعلم. المهم ان يعني الراي التاني ده شايف ان اجوج وماجوج مش عالم غيبي ولا حاجه، ان هم ادميين وظاهرين ومحسوسين وشايفينهم وعارفين اخبارهم كويس، وخروجهم اللي بعد نزول سيدنا عيسى عليه السلام وقتله للدجال هيحصل، اما السد فالدك خلاص. وفي اخر كلامه قال طبعا والله اعلم. عشان ده رأي هو بيجتهد، أما أغلب أهل العلم فرأيهم إن ياجوج ومأجوج خلف السد، والرأي السائد عندهم إن سد ذي القرنين لم يدك بعد، وإن إحنا ما شفناش خروج ياجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وإن ده مش هيحصل إلا بعد ظهور الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام وقتله، ده الفهم السائد لأهل العلم، وقالوا إن موجود فعلاً خارج الردم اقوام من ياجوج وماجوج وان التتار اللي خرجوا في القرن السابع الهجري اللي هو 13 الميلادي اصلا من ياجوج وماجوج ليافس ابن نوح عليه السلام وقالوا كمان ان دول اقل بطش وفساد من اللي حبسهم ذي القرنين ورا السد بتاعه وان لما يفتح ياجوج وماجوج ويطلع القوم اللي ورا السد دول لا يدان لاحد بقتالهم محدش هيقدر يقابلهم على الارض وطبعا لما يجي وعد ربنا جعل السد دكه وخرج علينا ياجوج وماجوج الخروج اللي هو المعروف والمنتظر عند اتباع الكتب السماوية طب تعالى نشوف بقى مع بعض اتقال ايه في سد ذي القرنين وانهيار. وخروج ياجوج وماجوج وده يعتبر الفصل الرابع في الفيديو ده عايز تعرف خروج ياجوج وماجوج هيكون عامل ازاي بعد انهيار السد عشان اسيبك تتخيل براحتك المشاهد اللي جايه دي وما اثرش عليك محتاج اقرا لك نص النص ده نص حديث النواس بن سمعان اللي قال فيه بعد ذكر الدجال وقتله على يد سيدنا عيسى عليه السلام قال ثم ياتيه قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هم كذلك قاعدين بيتكلموا كده في الحاجات دي إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور خد عبادي وروحوا اتحاموا في جبل الطور فأمان ويبعث الله يأجوج ومأجوج فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء كان في هنا ميه قبل كده ويحصر عيسى نبي الله واصحابه حتى يكون راس الثور لاحدهم خيرا من 100 دينار الى اخر الحديث ممكن نكمله قدام عشان هو حديث جميل جدا في صور جميله جدا بس دلوقتي نروح للنقطه الثانيه اللي بتقول عن انهيار السد اكتر حاجه اكيده هنا في انهيار السد ان السد اكيد هيدك بالنص القراني اللي قال فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا سورة الكهف الآية 98 وطبعا أكيد أن يأجوج ومأجوج هيخرجوا بعد فتح السد برضه بدليل النص القرآني حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون دي سورة الأنبياء الآية 96 طب ماشي عرفنا شوية حاجات عنهم يا ترى فسادهم هيكون عامل إزاي وصل لحد فين ليه سقف ولا ملوش وإزاي جيش يأجوج ومأجوج هيخسر يعني الفصل الخامس ده هنتكلم فيه عن نهاية يأجوج ومأجوج الجيش الفتاك ده لما السد يتدك ويخرجوا علينا باعدادهم الرهيبه مفيش قوه على الارض هتقدر تواجههم ولا تهزمهم طبعا هيشربوا الميه والناس هتهرب منهم وهيقضوا على الاخضر واليابس هيقضوا على كل مظاهر الحياه على وجه الارض كتر فسادهم وظلمهم وفجرهم وكفرهم مش هيكتفوا بكده اسمع يا سيدي بعد ما يشربوا الميه والناس تهرب منهم وما يلاقوش حد يقابلهم خالص على الارض هيرموا سهامهم للسماء فيحترجع لهم مسبوغة بالدم فيقولوا ايه قهرنا من في الارض وعلونا من في السماء ده من كتر اسوتهم وتجبرهم فيبعث الله عليهم نغفاً في اقفائهم فيهلكون زي دود كده هيجي من قفاهم من رقبتهم كده من ورا ويخلص عليهم ودواب الارض تسمن وتبطن دواب الارض هياكلوا اكل ما كلوش قبل كده وهيشبعوا شبع ما شبعوش قبل كده وبطنهم هتتملي على الاخر وفي روايه تانية المسلم بتقول يقولون لقد قتلنا من في الارض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم الى السماء فيردها الله عليهم مخضوبه دما مسبوغه بالدم والروايه دي في زيها اكتر من روايه والسند صحيح وفي حديث غيرهم بيقول فلا يمرون بشيء الا اهلكوه وفي حديث غيره برضه رفعه ابو سعيد يفتح ياجوج وماجوج فيعمون الارض وتنحاز منهم المسلمون ياخدوا جنب فيظهرون على اهل الارض ينتصروا يعني فيقول قائلهم هؤلاء اهل الارض قد فرغنا منهم فيهز اخر حربته الى السماء فترجع مخضبه بالدم فيقولون قد قتلنا اهل السماء فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم دوابا كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضه بعضا خامس رواية هنا ممكن تغمض عينك تاني وتتخيل معايا تكملة حديث النواس بن سمعان اللي أخرجه مسلم اللي تخيلناه مع بعض من شوية بعد أن يحصر عيسى نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار فيرغب عيسى نبي الله وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم النغف فين في رقابهم برضه فيصبحون فرسه كموت نفس واحده يموتوا كلهم كانها نفس واحد ثم يهبط عيسى نبي الله واصحابه الى الارض كانوا كل ده مستخبيين فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملاه زهمهم ونتنهم مليين الارض مش لاقيين شبر يحطوا رجلهم فيه فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله فيرسل طيرا كاعناق البخت فتحملهم وتطرحهم حيث يشاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه مدر ولا وبر فيغسل الارض حتى يتركها كالذلفه ثم يقال للارض انبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تاكل العصابه من الرمانه ويستظلون تحتها فبينما هم كذلك اذ بعث الله ريحا طيبه فتاخذهم تحت اباطهم فتقبض روح كل مؤمن ومسلم فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة تقريبا الكلام كله واضح هي بس الزلفة اللي محتاجين نوضح معناها قال ان هي بالقافل تبقى زلقة ودي معناها المرآة المراية او المصنع اللي بيتعمل يجمعوا فيه المية والعلماء قالوا ان المقصود هنا ان المية هتنضف الارض خالص وهتبقى الارض من نظافتها عاملة زي المراية تبص تشوف وشها دي كانت نهاية الجزء الأول اتكلمنا فيها عن أصل يأجوج ومأجوج في اليهودية والمسيحية والعصور الوسطى والتراث الإسلامي وإن من بني يافث ابن نوح عليه السلام باتفاق جميع الناس هبين. وعرفنا كمان اللي اتقال في اوصافهم من تصورات منطقيه وغير منطقيه. ثالث حاجه عرفناها ان هم بيحفروا السد كل يوم وهيخترقوه وقت ما يشاء الله. ورابع حاجه عرفناها مع بعض شكل خروجهم هيكون عامل ازاي؟ وان مفيش قوه على وجه الارض هتقدر توقفهم. خامس حاجه اتكلمنا فيها ان نهايتهم هتكون بامر الله وهتكون بدود يخرج من قفاهم يأكلهم من رقبتهم فيقتلهم في وقت واحد وده هيكون بعد دعاء سيدنا عيسى والمؤمنين اللي معاه ودلوقتي بعد ما خلصنا الجزء الاول وفي الجزء الثاني وعشان نكون اتكلمنا عن كل حاجه اتقالت عن يأجوج ومأجوج في التاريخ بقدر الامكان لازم نجاوب على أهم أسئلة سألها البشر عنهم زي: يا ترى فعلا ياجوج ومأجوج مش هيتحاسبوا؟ يا ترى فعلا ياجوج ومأجوج خرجوا فعلا في القرن السابع الهجري ال 13 الميلادي؟ يا ترى الاسمين دول من الأسماء العربية ولا أعجمية؟ ومعنى الاسمين دول إيه؟ وهنقول هل في صفات تانية لياجوج ومأجوج؟ غير اللي قلناها وعرفناها في الجزء الأول، وخامس حاجة في الجزء الثاني هنعرفها: مكان السد اللي بنازل القرنين، فين أو اتقال عنه إيه؟ في الاخر هنعرف يعني ايه الراجح وايه اللي ممكن تحلف عليه زي ما قلنا في الاول لو كان عجبك الجزء الاول وحسيت ان انا قلت لك حاجه مفيده او انا اشتغلت على الموضوع ده وتعبت فيه او ممكن هو يفيد حد يعني يا ريت تشيره وتنصح بيه زمايلك تبعته للناس شيل عشان فعلا ده بيفرق جدا الواحد بيتعب بجد بيشتغل في الموضوع ده جامد قوي ما تحس ان فعلا في ناس هتستفاد منه هيشجع الواحد اكتر بكتير ولو لقيته مش مفيد او في حاجات ناقصة او بتاع ولا كأنك شفته بس لو لقيت في حاجة غلط انا قلتها في غلط واجب عليك تقولي في التعليقات عشان انا مش طالع عايز اهبد عليك ولا اي حاجة انا طالع عايز اقول حقايق كويسة مع الجزء التاني ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته